If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. أصدقائي أهلا بكم، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وصحة وعافية. قبل البدء أود شكر جميع المشتركين الجدد الذين انضموا للقناة، أرحب بكم وأتمنى للجميع فرجة ممتعة. هذا الفيديو سيكون أجوبة لكل أسئلتكم التي تركتموها لي. لنبدأ. السؤال الأول، صديقتي فاطمة سألت عن الدراما المفضلة عندي، أعتقدك تقصدين النوع أو التصنيف. أنا أحب التصنيف الرومانسي الكوميدي، يعني يجب أن يكون هكذا مجتمع الاثنان، ولا أشاهد الرعب على عكسك تماما، لا أحب مناظر الدماء والتشويه، ولكن بالأنمي أشاهد هذا التصنيف، يعني الرعب وكذا فقط أنمي. كذلك أحب دراما الغموض، الدراما البوليسية وكذا دراما الأطباء. التالي، سيرا ماسومي صديقتي تسأل عن أكثر شخصية طريفة بأنمي كونان بالنسبة لي، هي كازوها توياما، سونوكو سوزوكي وكوغورو موري. هل أتوقع أن أحدا من الشخصيات ستكون نهايته مؤلمة؟ أكيد، الكثيرون جدا، أولهم فيرموت سلطانة الأنمي مع الأسف أتوقع أن تموت مثل كوراسو، وهكذا سيضمن لها غوشو نهاية بأقل الخسائر في قلوب الفانز الكوناني، أحسن من دخولها السجن وتعرضها للمحاكمة، هذا توقعي. من أيضا؟ غالبا واحد من الشرطة أو أكثر، لأنه عندما يكون صراع مع أناس خطرين في عمل منطقي لابد أن يضحي الكاتب بشخصيات من الشرطة، لأنه لا يمكن أن تكون حرب وصراع من دون خسائر من الطرفين والكل ينجو. السؤال الثالث، أخي ماهر يسأل عن أكثر حلقة أحبها بكونان. بصراحة هي كثيرة الحلقات التي أحبها، لكن أحب حلقة مواجهة فيرموت مع أكا يوهايبرا وجودي، كذلك حلقة الرحلة المدرسية مع هاجي، سلسلة إلهام هولمز الحلقة الأولى الخاصة، ومن القديم أحب حلقات جريمة قتل بارون الليل رقم 68، 69 و70. السؤال التالي، سؤال متحري العظيم الذي حيره، كراسو مارينيا عمره كبير 99 سنة وتناول العقار، وهل يمكن أنه والد هيجي هيزو هاتوري؟ يعني يقول أن كراسو ما تناول العقار وتقلص وأصبح هيزو، هل تعلم ماذا فعلت الآن؟ هو هيزو المسكين عمل لكم إيه؟ لماذا ترمون عليه هذا الباطل الكبير حرام عليكم؟ بالأول أخرجتم نظريات أنه الزعيم، فلما ظهر كاراسوما كونه الزعيم قلتم ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نلصق به رام، هاشتاغ اتركوا هيزو وشأنه. كاراسوما رينيا فعلا عمره 99 سنة، لكن لم يتناول العقار، أصلا أبحاث العقار لم تكن منتهية في حياته، يعني لم يكن هذا العقار موجودا بعد وفاته، أي منذ 40 سنة شرعت المنظمة في الأبحاث، بقاؤكم على خط الزمن ضروري كي لا تخلطوا كل شيء، يعني مات هو، خلاص انسوه، كاراسوما ميت، يطمعون في شيء نعم وهو إعادة إحيائه، ولهذا المنظمة تكثف الجهود، ولنفس السبب موته غامض لأن جثته غير موجودة، وهذا طبيعي، إن كانوا يريدون إحياءه فيجب أن يحافظوا على جثته سالمة، ولكن لما يريدون أصلا إعادته للحياة وبطلب من؟ هذه هي المفاجأة. لدي عدة أفكار بهذا الخصوص، ربما أشارككم بها مستقبلا أو لا حسب المزاج، لكن كراسوما ميت سبق وقلت لكم، عمره كبير جدا على أن يتقلص ويصبح بعمر هيزو مثلا أو أصغر، هذا أولا. ثانيا، العقار لم يكن موجودا في فترة حياته، كانت إلينا حامل بهايبرا منذ انضموا للمنظمة، وهذا موجود بالمانجا، ومعلوم أنهم أصل اختراع العقار المقلص، حتى والدها خشي أن يسمى بالعالم المجنون بسببه، والأبحاث أصلا بدأت منذ 40 سنة، صحيح، لكن العقار حديث، كان فقط بفترة حياة إلينا وزوجها. تذكروا أن بيسكو قال لهايبرا، سمعت عن عقار والديك المدهش، لكن إن ذهلت من قدرتك على تطويره هكذا،
فإذا كانت إلينا دخلت المنظمة وهي حامل بهايبرا واخترعوا العقار، وكاراسوما مات منذ 40 سنة، عمر هايبرا الآن 18 سنة، عملية حسابية بسيطة الناتج 22 سنة. يعني عندما ولدت هايبرا واخترع العقار كان كاراسوما متوفى منذ 22 سنة. ولكن تتكلمون عن العقار المقلص وكأنكم لا تعلمون أنه عقار هايبرا أصلا. هايبرا هي من طورت عقار والديها، أو ليس كذلك؟ يعني عقارهما لم يكن يعمل مثل ما يعمل عقار هايبرا، والدليل هي بنفسها تفاجأت عندما وجدت أحد فئران التجارب عاد صغيرا. وكذلك كلام جين أنه عقار قاتل، يعني سبب إعطائه لسانشي كان ليموت ليس ليتقلص. إذن كيف تقولون كاراسوما تناوله بإرادته وهو عقار قاتل وهايبرا من طورته؟ ويوم ولدت كان كاراسوما ميت منذ 22 سنة. لا تقولوا لي كان حيا ويمثل أنه مات، لأن عمره كان سيكون 122 سنة أو 121 سنة. إذن متى تناوله؟ نهض من القبر مثلا. الخلاصة، العقار المقلص لا تنسوا دائما، هذه يجب أن تظل في بالكم، هو عقار هايبرا وليس عقار والديها. نعم والداها هما من كان صاحب الفكرة والمشروع كان مشروعهما، لكنهما لم يحصلا على نتيجة، ماتا وهما يحاولان. هايبرا هي من أكملته وهي من طورته وهي من أعطته الشكل النهائي إلى أن وصل إلى فم سانشي. فكيف تناول كاراسوما عقار من طورته هي طفلة لم تكن قد ولدت حتى، كان قد توفي هو منذ 22 سنة عندما ولدت هايبرا. ربما سبب خلطكم لهذا الموضوع هو فيرموت، لأننا جميعا نشك بأنها تناولت عقار من نوع ما تسبب في مظهرها الشبابي، وربما تربطونها بوالديها هايبرا، ومن ذلك خرجتم بنظرية أن كاراسوما تناول عقار لأن فيرموت تناولته، إذن هو أيضا تناوله. أنتم انطلقتم أصلا من نظرية خاطئة، تقولون فيرموت تناولت عقار نحن نستنتجها، ولكن أين هو الدليل؟ في عالم النظريات لا يجوز بناء نظرية على نظرية أخرى، لأن النتيجة ستكون الخطأ. ننطلق من أدلة أو من حقيقة ونبني عليها نظرية، ولكن أن تنطلقوا من نظرية وتبنوا عليها نظرية هذا سيعطيكم نتيجة خاطئة. أنا أيضا أفكر بأن فيرموت تناولت عقار ما تسبب في وقف عمرها. هذه هي المشكلة الرئيسية، أن مشكلة فيرموت هي ليست نفس مشكلة هايبرا وكونان. هايبرا وكونان متقلصان، لكن فيرموت متوقف عمرها. لا ندري حقا هل تقلصت أو كانت شابة وتناولت العقار وبقيت شابة، الأمر غير معروف. نحن نراها بمظهر شبابي، يعني هل تناولت عقار كانت في عمر كبير وتقلصت، يعني عادت سنوات إلى الوراء، أو تناولته في فترة شبابها، تناولت شيئا ما وبقيت على حالها إلى اليوم، هذا ما لم نعرفه. نحن رأيناها متنكرة كشارون فينيارد بمظهر عجوز، ولكن كانت متنكرة، يعني لم يسبق لنا أن رأيناها بعمرها الحقيقي لكي نقول أنها تقلصت. لذلك دعوا مشكلة فيرموت هذه مشكلة تانية، لا تربطوها لا برام ولا بمشكلة كونان وهايبرا. يعني لما دخلت إلينا وزوجها المنظمة كان كاراسوما رينيا قد توفي منذ 22 سنة، ولا يمكن أن يكون لازال يعيش لأن عمره سيكون 122 سنة، ويجب عليه أن ينتظر هايبرا لتصبح شابة وتخترع العقار، وبالتالي سيكون عمره 140 سنة ويتناول العقار ويتقلص ويصبح بعمر هيزو. هذه نظرية خاطئة تماما وليس لديها أي أساس يمكن أن يجعلها صحيحة ولو 1%. كذلك بالنسبة لهيزو هاتوري، هو تصرفاته مريبة لكن هو شخصيته هكذا، يعني أصل فخامته، لكن الأكيد ليس شريرا. ولو بدا كذلك هو هالته تبدو كهالة كورودا هيوي، إن أصبح كورودا شريرا سنخاف على هيزو. السؤال التالي من صديقتي شدا، أكثر شخصية ذكية التوب وان يعني بالنسبة لي هو يوساكو كودو. يوساكو ليس ذكيا فقط، إنما عبقري، لا يحتاج لمعاينة مسرح الجريمة ولا للتأكد من أي شيء، يسمع تفاصيل الجريمة فقط ويحلها في الحال. الشخصية التي لا يمكن أن تكون القصة ممتعة من دونها هي هايبرا أكيد. أسوأ شخصية كان من الأفضل أن لا تكون، لا يوجد بالنسبة لي، لكن سأقول جينتا لأنه على عكس أيومي وميتسو لا يتطور ولا يقدم أي شيء مفيد.
السؤال التالي سؤال من صديقي الغالي عن توقعي للحلقة الأخيرة. ستكون سلسلة حلقات أكيد وستكون الأطول من بين السلسلات، سيكون إنتاجها غالبا أعلى من الحلقات الأخرى، وسيكون الجو بها على غرار الأفلام، يعني مليء بالأكشن والصراعات والمطاردات والرصاص وغيره. سيكون بها نهايتين، واحدة للقصص الرومانسية بالأنمي، يعني علاقات الثنائيات والأزواج والصغار وهايبارا وربما أجاسا حتى، ونهاية لقصص الصراع مع المنظمة يعني الشرطة والمطاردات إلخ إلخ. هذا ما أستطيع قوله للآن، لأن الدخول في التفاصيل التوقع يستلزم فيديو آخر. التالي هو السؤال الأسطوري الذي حير العلماء: كم عمري؟ يا صديقتي، أين أذهب بهذا السؤال الآن؟ يعني تسألينني أمام الملأ؟ يا الله منك. للأسف سيظل هذا السؤال محير العلماء، ولكن من يريد معرفة عمري فليترك تعليق. لذلك صديقتي خليها بيناتنا. التالي هذا السؤال من أكثر شخص لا انتظر، نحن بالهدنة حاليا على ما أعتقد. أوكي، السؤال هو: من هو قدوتي بالحياة؟ بصراحة لا يوجد إنسان على هذه البسيطة أتخذه مثالا للصراحة. أقتدي ببعض السلوكيات من السلف الصالح صحيح، لكن بشري بعالمنا الآن أبدا. كيف بدأ مشروع القناة بالخصوص كونان؟ هو لم يكن مشروعا، كانت أول مرة أدخل بها اليوتيوب، أردت أن أعرف كيف يتم الأمر، وكان كل شيء عشوائيا إلى أن نشرت فيديو عن تطورات كونان لم نلحظها، يعني كونان بين الماضي والحاضر ماذا تغير به، وانتشر بسرعة كبيرة جدا، وجاء منهم المشتركون، وأولئك المشتركون من طلبوا المزيد، وبقيت هكذا من فيديو لآخر ولم أشعر حتى وجدت قناتي صارت متخصصة به، يعني لم أكن أخطط لأي من هذا. السؤال التالي سؤال من نور يقول: متى سأنشر فيديو للمتحررين الصغار بأسلوب الحلو؟ منذ كتبتي لي هذا التعليق الحلو داخل القائمة فورا، لذلك انتظري صديقتي. السؤال العاشر: هل رام سيكشف تقلص كونان؟ لا تتفاجئي إن قلت لك أن رام صار حاليا يعرف هوية كونان الحقيقية ويعرف هوية هايبارا الحقيقية، ولم يتخذ إجراء بعد. كانت لرام شكوك وكان يتحرى، ولكن بعد الحلقة 942 صار يعرف. أكثر شخصيات أحبها سبق وأجبت عنها بالجزء الأول من تعرفوا عليه، سأترك لكم الرابط بالتعليقات. السؤال التالي صديقتي زينب، واحدة من أكبر مساندي القناة وداعميها، تقول أنها ثرثارة لكن هذا ليس صحيح. تسألني من أين أشاهد كونان؟ أنا أشاهده على حاسوبي أو على التلفاز من خلال مواقع الأنمي على الأنترنت، أما مصدر معلوماتي فهو من ملاحظاتي وتحليلاتي الخاصة. يبقى التدقيق والتأكد أتركه للفريق إن كنت بحاجة له. السؤال التالي صديقي، الجزء الأول من سؤالك: أنا لم أرى شيئا، لكني امرأة شابة، يعني لست طفلة صغيرة. بالنسبة للمونتاج، كوني مبرمجة من المفترض أن أتعامل مع أي برنامج كيفما كان، هذا من المفترض، لأني لو لم أفعل سأكون عالة على إيتاكورا ومجتمع المبرمجين أينما كانوا. وبما أني أملك طبعا سيئا، وهو أني لا أشاهد دروس الشرح الخاصة بالبرامج، سبحت سباحة من دون مايو وأنا أحاول أن أمنتج لوحدي مثل الشطورة، وفي الأخير فارت أعصابي وانكسر رأسي ورفعت الراية البيضاء في اتجاه اليوتيوب. أنا أشداني، شاهدت فيديو واحد وتيسرت الأمور، ولكن مع من نتكلم أصلا؟ مع الناس طبيعيين، ليس مع ذوي الرأس اليابس مثلي. ماذا أشتغل؟ مثل ما قلت مبرمجة، ودرست برمجة وإدارة شبكات وأنظمة معلوماتية، دارس كهرباء أيضا، يعني حياتي كلها قضيتها في كوكب رياضة، كوكب التحدي والقوة. من أي مدينة؟ أنا أسكن بعاصمة الجهة الشرقية لبلدي. السؤال التالي من أمل تسألني عن أكثر أنمي أحببته. من الأنميات القديمة، يعني أنميات طفولتي، ستجدونها في الجزء الأول. كذلك أحب أنمي مذكرة الموت ديث نوت، أنمي ديابوليك لوفرز، سلسلة توارو كاكاغو المتكونة من 3 مشاريع: نوريلغان، نو أندكس، ونو أكسيليريتر، بالإضافة للأنميات التي عملت لها تقارير هذه السنة، وطبعا كل هذا باستثناء كونان.
السؤال الموالي: سؤال من صديقتي عن بشرة أمورو والسر بينه وبين فيرموث وزعيم المنظمة، وكذلك تركز أسئلة أخرى قادمة. المهم، هذا السؤال تكرر بأكثر من صيغة، مرات لا تحصى. أمورو أسمر يا إخواني مثل هيجو تاكاغي، ما السر الذي يمكن أن يكون وراء أسمر البشرة غير مورثاته الجينية؟ سبق وأن خرجت نظريات عن كون بشرته السمراء بسبب تنكر، ولكن ظهر وهو أسمر البشرة أشقر الشعر وهو صغير. غالبا يقولون أن شعره ليس أشقر وإنما بني فاتح، يعني ذلك مظهره الطبيعي. كذلك هناك من يطلقون نظريات أن بشرة أمورو سمراء بسبب عقار. قلتم أنكم رأيتم جوابا لغوشو على سؤال طرح عليه، قال فيه صاحبه: هل تغير لون بشرة أمورو بسبب عقار؟ والإجابة كانت: أي عقار. بصراحة أنا أيضا كنت لأجيب نفس السؤال تماما، بالله عليكم أي عقار هذا الذي يغير لون الجلد؟ يعني الخيال شيء جميل، ولكن هذا قلب على أفاتار بطل كونان. يعني تخيل تشرب عقار ويصير لون بشرتك أخضر، يا ربي. الأمر بسيط، لنبقى في المنطقية، بلاش الخيال أرجوكم. سبق وأن قال غوشو أن هناك معنى لاختلاف لون شعر وبشرة أمورو، ربما لهذا ظن الناس أن معنى هذا أشياء خارقة مثل تناول عقار أو تنكرات وغيره، لكن قال هناك معنى، يعني سر وراء شكله وليس مظهرا فقط. نعلم أن أمورو كان على علاقة بإيلينا، علاقة يعني كان يراها ويتحدث معها، أي كان يلتقيها. انسوا الكلام الذي يقول كانت حبه الأول، لأنكم أسأتم الفهم، ليس ذلك ما كان يقصده غوشو، سنناقش هذا الموضوع في يوم ما. المهم، ما دام كان يلتقيها يعني كان يعيش بنفس المكان، إيلينا كانت بريطانية، وماري شقراء الشعر بريطانية أيضا، فيرموت شقراء الشعر أمريكية، فوسي كامبل شقراء أيضا أمريكية، هاكوبا أشقر أمه بريطانية يعني نصف بريطاني، هيجي أسمر لأنه أوساكي ابن لهيزو الأسمر، تاكاغي أسمر وعلما أنه مستجد يعني نقل حديثا، يعني أنه أيضا يملك أصلا آخر غير طوكيو، وواحد من والديه أسمر. الشاب الذي يغار منه كونان أسمر، هو أيضا أوساكي، اسمه أوكيتا على ما أعتقد. موميجي شقراء، حسنا لنتركها جانبا الآن لأنها. المهم، بالنسبة لأمورو فهو أسمر البشرة وأشقر الشعر، إذن فهو أيضا نصف أجنبي، إما والده ياباني وأمه أجنبية، إما أمريكية أو بريطانية غالبا، أو والده أجنبي وأمه يابانية. هذا سر بشرته السمراء وشعره الأشقر المورثات الجينية التي اكتسبها من والديه. الآن بقي محاولة تحديد أصوله، وهو ما سنحاول فعله الآن. بما أن غوشو أجاب بنفس جنس السؤال أي عقار، هذا يربطنا مباشرة بإيلينا صاحبة العقار، يعني هي وزوجها. المهم، بما أنه كان يلتقيها صغيرا، قلنا كان يعيشان بنفس المكان، أيضا له أصدقاء مشتركين بأكاي البريطاني. سنضيف على ذلك أسلوب لباسه الأنيق والشبيه بالأسلوب الفيكتوري البريطاني. أكيد لاحظتم أن طراز ملابسه غريب مقارنة بباقي الشخصيات، لباسه مستوحى من الأسلوب الفيكتوري البريطاني كما ترون بالصور. وعلى فكرة أنا من عشاق هذا الطراز، لذلك مباشرة بعد رؤيته حبيت. ونضيف شعره الأشقر الشبيه بهاكوبا، فأنا أرجح أن والدته بريطانية أكثر من أمريكية يعني. وسبق أن دار بينه وبين والدة هايبرا حوار عن هذا، حيث قال أنه يتقاتل في الشارع مع الأطفال لأنهم يقولون أن شعره غريب، وهذا يذكرنا بنفس قصة فوسي كامبل. ولهذا سألته إيلينا إن كان أحد والديه أجنبيا، ولكنه قال أنه ياباني، وهذا معناه أن أمورو لا فكرة لديه عن أنه نصف أجنبي، ربما يعرف واحد فقط من والديه أو لا يعرف ولا واحد منهما. وبما أن هناك سرا بينه وبين هيجي هاتوري، ليس سرا، سموها علاقة مواجهة. المهم، هيجي أسمر البشرة وهو أصيل من أوساكا ووالده كذلك، هذا يعني أن والد أمورو ربما يكون أوساكي أيضا، أو فقط بشرته سمراء وأصله من مكان آخر. أرأيتم؟ الأمر بسيط، لا يوجد عقار يغير اللون أرجوكم. كونان أنمي غموض رومانسية ليس خيال علمي، سبب بشرته وشعره شبهه لوالديه.
السر الذي قد يصدمنا ليس هذا، بل هوية والديه. أصلا فخامة آباء وأمهات الأبطال يوساكو ويوكيكو، إيري وكوغورو، ماري وماتسوموتو، إلينا وزوجها، هيزو وشيزوكا، هل لكم أن تتوقعوا هوية والدي شخصية بفخامة أمورو؟ يا أتمنى رؤية والدته حقا. أما عن سير فيرموت زعيم المنظمة السوداء الذي يعرفه أمورو، هو كون فيرموت تربطها صلة قرابة مع الزعيم، هذا أكيد. وسمعت أنها ليست قرابة فحسب بل درجة أولى، يعني ابنته، ولكن ليس أكيد لأني كنت صغيرة جدا عندما سمعتها. بصراحة بحثت عن هذا التصريح لأتأكد، ولكني لم أجده كونه قديم جدا. هل يوجد منكم من سمع هذا التصريح من غوشو أيضا أو لديه معلومات؟ فليتركها لي بتعليق رجاء. إذن أمورو اكتشف نوع قرابة فيرموت من الزعيم أثناء قيامه بالتحري، هذا هو السر الذي يعرفه عنهما. وأنا أرشح أيضا أنها ابنة للزعيم كراسوما، ولها علاقة أيضا بالزعيم الحالي، لأنه لدي تصور للزعيم الحالي وشكل المنظمة من الداخل وعلاقاتهم أيضا، ولكن لن أخبركم. لحظة ما موضت لن أخبركم سائدة في هذا الفيديو. المهم يا جزارة انتي، اتركيه ليقول. أصلها في حاجات تتحس وما تتقلش، في حاجات تتحس وما تتقلش. هو كل ما يجي واحد ينطق تسكتوه مليون سر لا نعرفه، ما هذا؟ السؤال التالي، هو من شمس عمري ثانية، يا إلهي اسأليني بيننا. أنا من المغرب، لست مرتبطة، دراستي وتخصصي سبق أجبت عليه، شخصياتي المفضلة من كونان موجودة بالجزء الأول، الرابط بالتعليق وبصندوق الوصف، وأحب جميع الشخصيات كلها، لا أكره أحدا أبدا. شكرا شمستي، نمر للتالي. لوني المفضل، بصراحة أحب جميع الألوان لكني قد أميل للأحمر، الأزرق والوردي. من أين سبق أجبت عليه؟ إن سنحت لي فرصة الدخول للأنمي سأدخل أنمي كونان بالتأكيد، وأختار شخصية سيرا، أو أدخل أنمي كاغويا سما الحب حرب وأختار كاغويا أكيد. الصفات التي أكرهها، أكثر شيء لا أتحمله وأمقته جدا هو الظلم، لا لي ولا لغيري. السؤال التالي، هذا سؤال مغموس بالعسل من صديق غالي، من أين ورثت الذكاء؟ حسنا، إذا كنتم ترونه ذكاء فقد ورثته عن والدتي، وإن كنتم ترونه غباء فهو مني لوحدي، لأن والدتي أذكى مني بمراحل. شكرا جزيلا لك. التالي، هذا سؤال من الملك إسحاق، أبرز داعمين لي، يسأل لماذا انضممت لليوتيوب أصلا؟ كان فضولا في البداية، وبعدها قلت لماذا لا أثري المحتوى الكوناني باليوتيوب العربي، لأنه كما تعلمون ناقص إلى شبه منعدم، يعني قنوات قليلة من تراجعه، ويوجد بينهم من ينتقده حتى، فقلت لا يجب أن يختفي من اليوتيوب. والحمد لله اليوم صارت قنوات جديدة وأخرى قديمة عادت لتعمل به، وهذا رائع، جزيل الشكر لك إسحاق. التالي، من هاي بارس بيوتي، ولها أسئلة أخرى قادمة أيضا، ما هي أكثر شخصية تشبهوني من كونان؟ لا توجد واحدة تشبهوني كليا، لكن سأقول شخصيتي دمج بين شغب يوكيكو، غموض هايبرا، راس فيرموت اليابس، قلب ران الغبي أقصد الطيب، وأعصاب سونوكو. كيف سينكشف كونان يعني هويته؟ على مراحل، أصلا يوجد عدد لا بأس به يعرف هويته، وسيبقى هكذا كل مرة واحد إلى المعركة الأخيرة، حيث الكل سيشارك بشيء من أجله. سنطور هذا التوقع مستقبلا بفيديو خاص، إذا كنتم تريدون هذا ضعوا عدد كبير من اللايكات. التالي، من صديقتي روبا، هل ستكثر عودات كونان لهيئته كسانشي في الحلقات المقبلة؟ حسنا، بطل الأنمي هو كونان وليس سانشي. آخر مرة أعطته هايبار العقار قالت له لن تتناوله مجددا، لأن جسمك سيطور مناعة ضده ولن يستجيب، انتظر حتى أطوره أكثر. ولكن حسب ما ظهر لي تقدمت كثيرا بالبحث، لأن مدة بقائه كسانشي قبل التقلص زادت كثيرا.
يعدني ذلك؟ أعتقد نعم، سيعاود الظهور مجددا بهيئته، ولكن لن تكثر إلا إذا طورت هايبارا أكثر، لأن العقار الذي تملكه الآن قطعت له كل آماله أنه لن يحصل عليه مجددا. علاقة كايتو وسانشي هل ستكبر؟ يعني تتوطد؟ نعم، هما أصلا صديقان الآن، ولكن لا يريدان الاعتراف، وعلاقتهما جيدة بالفعل، لذلك هل ستتوطد أكثر؟ نعم، ولكن تبقى مشكلة هوية كيد هي ما ستفسد الجو. التالي، كيف عرف باربون سير فيرمونت؟ لأنه يراها كثيرا وعلى تواصل معها، وهدفه الارتقاء بالمنظمة ليحصل على صلاحيات أكبر تمكنه من معرفة أسرار أكثر تفيده بالتحقيق لصالح الشرطة السرية. فماذا فعل؟ يقوم بالتحري والتحقيق بالأعضاء الأكثر علوا، وطبعا فيرمونت الأولى. فأثناء تحريه عنها وربما مراقبتها وملاحقتها في حياتها العادية، وجد تلك المعلومات. يعني لا تنسوا أنه حري، معلومة واحدة أو اثنتين تمكنه من ربطهما والحصول على استنتاج بالأخير. وفيرمونت من عادتها عندما تواجهونها بالحقائق لا تنكر، يعني إذا كان الشيء حقيقة لا تكذب وتقول ليس حقيقة، تعترف أو تصمت. هل يعرف رام شخصيا؟ لا، لا يعرفه ولا يعرف شكله ولم يلتقي به، يراسله على الهاتف فقط، بالأحرى يتلقى أوامر، ولا نعرف إن كان رام هو من يكتب الرسائل شخصيا أو طرف ثالث بالموضوع. السؤال التالي، من هي الشخصية التي تزيف موتها بأنمي كونان على غرار أكاي؟ هي والد هوتسوتومو أكاي حسب تحليلي، هو الشخصية التي لم توجد جثتها ومصيرها مجهول ومفقود منذ سنين، يعني في حالته يشبه تويتشي كوروبا. فلا أتوقع أنه توفي أو قتلته المنظمة، لأنه حتى بالرغم من ظهوره القليل يعطي انطباعا بأنه شخصية ثقيلة وفخمة، وأصلا هذا طبيعي كونه يملك عائلة ما شاء الله يعني. الله أكبر، 5 ابتداء من الزوجة إلى آخر فرد في العائلة، وخمسة امرأة. لذلك تخيلوا كيف ستكون شخصيات سوتومو أكاي. السؤال رقم 23، هل ران ستعرف أن كونان هو نفسه سانشي ويتزوجان؟ نعم، هذا أكيد تماما ستعرف، وستكون نهاية بعدهما عن بعضهما الزواج، حتى أن المؤلف صرح أن ران ستحظى بنهاية سعيدة. التالي، من هو رام ومن هو زعيم المنظمة؟ زعيم المنظمة الذي يتم الحديث عنه حاليا هو كاراسوما رينيا، وهو من أسسها ومالك كل مجموعة كاراسوما وشركاتها القابضة، وهي مجموعة اقتصادية كبيرة، ولكنه متوفى ويجري الحديث الآن عن إمكانية وجود زعيم جديد. أما رام فهو يد الزعيم اليمنى وأخطر عضو بالمنظمة، هو واحد من هؤلاء الثلاثة وهويته مجهولة إلى الآن. إذا أردتم أن تعرفوا هويته بالنسبة لي، شاهدوا سلسلة رام من الجزء الأول إلى الرابع، الروابط بصندوق الوصف. التالي، من مايرا تسأل هل أتابع أشياء غير الأنمي، مسلسلات وأفلام يعني وغيرها. نعم أكيد أتابع وثائقيات الحيوان، تقارير حضارات العالم، مسلسلات تركية كورية وأمريكية. لا أحب الأفلام إلا نادرا، وأفضل أفلام الأنيميشن أكثر. حاليا أتابع مسلسلين كوريين، واحد باسم يوميات أصدال والآخر دكتور جون. السؤال الموالي، هايبارا تحب جين أو العكس؟ سنجيب عن هذا بشكل مفصل بسلسلتها، سنراجع كل ما يتعلق بها، لذلك انتظر الفيديو. ماذا عن بيلموت؟ هل تحبه؟ سبق وتكلمنا عن فيرموت وجين في فيديو خاص هو هذا، ستجد الرابط بالوصف، به أيضا معلومات عن علاقة هايبارا وأكاي. أفخم لقطة لجين ما هي؟ بالنسبة لي هي هذه، قدرته على رؤية إبرة في الهواء ليلا، مخدر، وقدرته على معرفة أنه سينام بسببها فتصرف قبل أن ينام. لا، وكذلك الحل الذي وجده حيث أطلق على نفسه رصاصة. لا أستطيع أن أشرح فعلا مدى انذهالي من حركاته هذه. كيف ستكشف هايبارا حقيقة أكاي وهل تكرهه؟
حاليا أكاي لن يسمح لها باكتشاف شيء ولا معرفته، قال أنها غير مستعدة له بعد، سيحدث الأمر عندما سيسمح لها هو بذلك. أما الكرة فهي تكره داي موروبوشي ولا تعرف أكاي شويتشي، ولكنها تحب تسوبارو. هل وصلت الفكرة؟ السؤال الموالي هو سؤال مركب به كم سؤال، هل ينزل جزء ثاني لماجيك كايتو؟ من المفترض ذلك لأننا شاهدنا الأول، نحتاج أكثر لإنهاء القصة، لكن من يهتم بالجمهور؟ أول شيء يفعلونه هو مراقبة مبيعات المانجا، إن كانت مرتفعة وترضيهم ينتجونها أنمي، لذلك سننتظر. هل هناك علاقة بين السيرا وباربون؟ سبق وتحدثنا قليلا عن هذا بفيديو زواج أمورو تورو وكذلك بالجزء الأول من تعرفوا عليه. هل يوكيكو كودو تعرف المنظمة أو تتعامل معها؟ نعم يوكيكو تعرف عن المنظمة وعن مشكلة ابنها بشكل تفصيلي، أما ما شاهدته فهو هذه اللقطة من مواجهتها مع فيرموت. أي نقطة ضعفك، لا تكثري كذب، لا يليق بفخامتك. يوكيكو وفيرموت كانتا صديقتين مقربتين من بعضهما قبل أن تعرف يوكيكو أنها تنتمي للمنظمة التي آذت ابنها. التالي من عائشة، هل سيموت أو سيتم إحياء إحدى الشخصيات من كونان في الحلقات الأخيرة؟ لا، من مات فقد مات، لا رجوع له. توجد شخصية واحدة فقط تزيف موتها وهي من تقام النظريات عنها ولم تظهر إلى الآن. ونعم ستموت شخصيات أخرى في الحلقات الأخيرة، رئيسية وثانوية أكيد، لأن الإطاحة بالمنظمة سيستلزم طاقة كبيرة وكأنها حرب من نوع آخر. طبعا لن يتم الأمر بكرة قدم وساعة مخدر، صحيح؟ نحن نتحدث عن قناصين ورصاص وطائرات وقنابل. إلخ إلخ. التالي، صديقتي تسأل عن كايتو بيبي، إذا عرف أن كونان وسينشي نفس الشخص وأنهما أبناء عم، فهل سيساعده ضد المنظمة؟ كايتو سيساعد كونان حتى لو لم يعرف هويته الحقيقية، ولن تكون أول مرة، سبق وساعده من قبل ضدهم، ولكن غوشو محتار هل سيكون له دور في المعركة الأخيرة أو لا، لأنه في البداية قال لا لن يواجههم ثانية، بعد ذلك قال ربما لا أعرف، شخصيا أتمنى ذلك. الأهم هل سيخبره عن هويته أو سيصمت لأنه سيعرف أن هذا مؤلم لسانشي؟ طبعا صديقتي تناقش نظرية علاقة كونان وكيد التي سبق وتكلمنا فيها، من لم يشاهدها بعد لن يفهم ما تقوله الآن. هو سيكون ظرف معين سيتم الكشف فيه عن هذه الحقيقة، ربما أشارككم بتصوري لطريقة وصول هذه الحقيقة لكونان في فيديو أو لا، لأنه حسب ما يظهر أن كيد إما يعرف الحقيقة كليا أو جزئيا عكس سينشي الذي لا فكرة له نهائيا أنهما قريبان يعني، فكيد سيضطر لإخباره يوما ما بسبب ظرف عاجل. شكرا لكم جميعا، كان هذا 30 جوابا ل30 سؤال منكم، إن لم تجدوا سؤالكم هنا سنجيب عليه في فيديو آخر، لأن هذه السلسلة مستمرة إلى أن تنتهي أسئلتكم. أنتم أيضا يمكنكم ترك أسئلتكم لنجيب عليها في الفيديوهات القادمة. جميع المقاطع التي ذكرت ستجدونها في صندوق الوصف. باي.